عايزين يهتم بالتشريع شويه، يهتم بمشاكلنا احنا. واحده محليه كفر بالشاه عندنا نسب كبيره قوي من الصرف خالصه، ومنتظره ان يا دوب زقه كده قريه زي بالشاه الام، عايزه حاجه بسيطه يعني يقولوا لها كده اشتغل تشتغل حاجات بسيطه، دعم بسيط. منتظر منه كل خير طبعا، البلد في امس الحاجه، النائب قوي زي ما الناس اتفضلت وقالت، وسياده مصطفى حسين هو فعلا ده النائب القوي اللي يمثلنا. الفلاحين عايزين وقفه جامده، التعليم عايز وقفه اصعب منها، المشاكل كتيره جدا، فواتير الكهرباء عند الناس مش عارفه تعمل فيها ايه، ما فيش محصلين، ما فيش قراء، بيجيبوا ارقام كبيره على الناس مش عارفه تعمل ايه وتدفع منين. كل سنه بيجي لنا عوادم الشركات بتنطلق في البحر، والصرف الصحي وعوادم الشركات بتنطلق في البحر، مو بنلاقوا السمك، والناس بتتنها قاعده من شهر 12 لحد شهر 5 على ما يرمونا زراعه تاني من جديد، ده لو رموا زراعه ومخروب بيتنا والناس مش لاقيه تاكل. والله صيادين احنا بنطالب بتغطيه الترعه ديت، يعني بالتغطيه وموضوع الزباله دي نشوف الحل. الترعه دي ملهاش اي لازمه خلاص، الفلاحين ما بيستفادوش منها باي حاجه عشان كلها بيوت ومليانه حاجات وحشه خالص، وما بنستفادش منها باي حاجه خالص. احنا بنعاني مشاكل كده قوي في قريه بنوفر، يعني قدامنا الوحده الصحيه الوحده الوحيده المسؤوله عن 3 قرى هنا في القريه بتاعتنا، لكن للاسف ما فيهاش خدمات، ما فيهاش علاج، يعني اقل حاجه لا السرنجه مش موجوده. طبعا في عدد كتير قوي ممرضين والدكاتره، لكن للاسف ما فيش امكانيات ان هم يشتغلوا بيها. عملنا كذا شكوى فعلا في الوحده ان هي مثلا يجي لها علاج، لكن للاسف ما فيش حد يرد. الفكره ان الوحده هنا طب اسره، فطب الاسره بتخدم فئه معينه من الناس، يعني ما بتخدمش كل الناس، يعني الطبيب هنا بيبقى طبيب ممارس عام. فالفكره ان مش كل التخصصات موجوده، التخصص الموجود بيبقى تنظيم اسره بس او طب عام. فالطب العام ده يعني في حالات معينه احنا ما بنعرفش نتعامل معاها، يعني اي حاله المفروض ان احنا حاله ما تجيلناش ما نعرفش نتعامل معاها، بنحولها على اقرب مستشفى مركزي اللي هي كفر الزيت العام.